معنا هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، مرحبا بك. إذا قرابة 9 أشهر مرت على حكومة عبد المهدي، كيف تقيم أداها سيد مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حكومة عادل عبد المهدي لا تختلف عن الحكومات بين قوسين طبعا، لأننا لا نعترف بشرعية هذه الجهات التي تتحكم بشؤون العراق، لكن لنستخدم هذا المصطلح لا بأس. لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها ولا عن أي سلطة ستلي هذه السلطة التي يتزعمها عادل عبد المهدي. هذه ليست إلا عصابات تتحكم بالعراق، تقتل أهله وتسرق أمواله وتعتدي أموال شعب العراق وتستولي على ممتلكاتهم وتنشر بينهم الفساد والخراب، نشر المخدرات، شبكات الدعارة وإلى ذلك، والقائمة تطول عن إجرام وإرهاب وتخريب هذه السلطات التي تحكمت على برقاب العراقيين منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك لهذا البلد العريق في العام 2003. ولكن لطالما تعادى عبد المهدي كما سلفه طبعا من حكومات ما بعد الاحتلال تعهدوا بمحاربة الفساد، إلى أي مدى ترى أن عبد المهدي قام بما وعد به؟ عادل عبد المهدي هو شخصيا متهم ويعرف جميع العراقيين ذلك، متهم بالفساد من خلال وجوده في وزارة النفط حينها، عندما كان يمارس فعليا أو يغض النظر أو يسهل عمليات تهريب النفط العراقي لصالح الميليشيات التي تتحكم بشؤون العراق ولصالح ميليشيا بدر التي هو عضو مؤسس فيها أصلا. وأيضا هو متهم بسرقة مصرف الرشيد في مدينة منطقة الكرادة في بغداد، وبالتالي هو ومن سبقه حيدر العبادي متهم بالفساد كذلك وتلقي الرشاوى بموجب تقارير أمريكية معتمدة من المفتش الأمريكي العام في حينها. سبق ذلك أيضا نوري المالكي، كلهم يدعون تنفيذ القانون ويقسمون على الدستور رغم عدم إيماننا بهذا الدستور الذي يعني خرب العراق وجزأه وفتت وحدته الوطنية، لكنهم يقسمون على محاربة الفساد ومحاربة الإرهاب وهم يمارسون الإرهاب ويمارسون الفساد عمليا وليس يغضون النظر عنه فقط. وبالتالي فهذه الادعاءات بمحاربة الفساد يعرف أي طفل عراقي فضلا عن المتابع الدقيق يعرف أن لا مصداقية لها ولا وجود لها على أرض الواقع. إلى أي مدى ترى أن حكومة عبد المهدي توفر الغطاء السياسي للفاسدين كما زعم تيار الحكمة؟ تيار الحكمة هو تيار فاسد أيضا، وكان بقيادة عمار الحكيم وهو جزء في السابق جزء من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كما يسمونه وأسميها الثورة الشيطانية، وكان يعني دائما يغطي على هذا الفساد كما قلنا بل يمارسه فعلا منذ تأسيسه، هو أصلا أسس لإرهاب العراقيين وقتلهم وممارسة أبشع أنواع الإرهاب والفساد بحقهم. وهذه سيرة السنوات 16 الماضية والنصف تؤكد أن هذه العصابات التي تتحكم بالعراق كلها فاسدة وكلها إرهابية ولا علاقة لها بما نعرفه عن شكل التنظيمات السياسية والأحزاب من وجود يعني مكاتب تنظيمية للطلبة للشباب للنساء إلى آخره. هؤلاء ليسوا إلا عصابات تتحكم بالعراق، ودليلي على هذا أن كل هذه المسميات التشكيلات السياسية أو الأحزاب أو إلى آخره كلها لديها مكاتب اقتصادية يعني كما يسمونها تدير عمليات الفساد واللصوصية وسرقة المال العام لصالح هذه الميليشيات والأحزاب وزعاماتها وشخوصها. كيف ما تعليقك أستاذ مصطفى على تصريح
النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي الذي قال إن التوافق السياسي والمحاصصة بين شركاء العملية السياسية يعيق اتخاذ القرارات المصيرية. عندما ابتدع هؤلاء المتحكمون بالعراق ومن ورائهم القوى النافذة التي جاءت بهم، وأعني بها الاحتلالان الأمريكي والإيراني، عندما ابتدعوا مهنة سرية التوافق بين المكونات العراقية كما يزعمون، هم قتلوا كل محاولة للإصلاح وقتلوا كل محاولة لتعديل أي مسار في العراق. هم هذا موضوع التوافق هو الحقيقة لا يعني الاتفاق، وإنما يعني تقاسم الحصص وتبادل المنافع والمساومات السياسية. وبالتالي فالأمر صحيح، صدق وهو الكذوب، لأن هذه المساومات تعيق كل عمل حقيقي في العراق. من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.